معنا الجو الحزين اللي قمنا في العملية ديال الدفن ديال ضابط الأمن الممتاز حميد المرحوم حميد الخليفي، ضحية ديال الواجب، كان لقى الحدف ديالو على إثر حادثة سير أثناء الأداء ديال المهام ديالو. اليوم تمت العملية ديال الدفن بحضور ديال الأصدقاء ديالو والعائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، أسرة الأمن الوطني في شخص ولاية أمن فاس بجميع الأفراد ديالها والكوينة ديالها وعلى رأسها السيد ولي الأمن. كانت التعزية ديال السيد مدير العام للأمن الوطني كذلك والحضور ديال المدير المركزي. إذا كنقدم بهذه المناسبة التعازي للأسرة الصغيرة ديال المرحوم والأسرة ديال الأمن الوطني عامة وأصدقاء ديالو والأهل ديالو، وشكرا لكم. أنيس وحشته، أنيس غربته، وسع مسكنه، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلوا حفرة من حفر النار، اللهم اغفر له وارحمه، وعافيه واعف عنه، أكرم نزوله، وسع مدخله، وصله بالماء والثلج والبرد، وانقيه من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. توفى هو كيأدي الواجب ديالو، الله يرحمه، تنشكروا الأسرة ديال الأمن اللي وقفت معاه، بحال إلا راح واحد منهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. محبك كتحلى بصفة حميدة يعني كان مع المواطنين؟ محبوب، كان محبوب عند الجميع، راه هنا من 86 وخدم هنايا في فاس، محبوب عند الجميع، لله ما أعطى ولله ما أخذ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.